صاحبة تستنكر مثل هذه الأعمال، استهداف أي إنسان وقتل بهذه البشاعة وبهذا الشكل، وخاصة الأساس بسبب الدين أو الطائفة أو الهوية إلى آخره، العرق. نحن في الأمم المتحدة نستنكر مثل هذه الأعمال، بل نقف لندافع بشكل كبير عن حق كل. يعني أنا أحياناً أرفض حتى تسمية، أحياناً يقال الأقلية المسيحية في الوطن العربي، وأرفض مثل هذه التسمية، لأن الأقلية ليست مسألة عددية. يعني الثراء الذي يضيف المسيحيون المنطقة هم أصلاً أصليون، يعني سكان أصليين المنطقة، والثراء الذي يضيفوه لكل حضارة وتراث هذه المنطقة ثراء كبير، خاصة ثراء يعني أحياناً تري مدى التنوع الذي خلق بهذا السبب، مدى حضارة تقبل الآخر الذي تنشر الديانة وتسامح الديانة المسيحية. ففي المقابل تجد مثل هذا الهجوم على هؤلاء المواطنين الأبرياء الذاهبين للبحث عن لقمة العيش، ففي ذلك انتهاك حقيقي، وليس فقط يعني نستنكر ليس فقط في ليبيا ولكن في كل دول المنطقة. الأمم المتحدة طالبت أكثر من مرة الحكومة الليبية تحمل مسؤوليتها في حماية كل المواطنين، وحصل بعد الأحداث الاغتيالات بهذا الشكل من البشاعة، يعني الأقباط المصريين المسيحيين المصريين. وأيضاً الأمم المتحدة تطالب أكثر وأكثر بتوفير الحماية والمحافظة على الأرواح ومعاقبة الجنان. إذا لم يعاقب الجنان، لم يصل إلى عقاب الجنان، ستستمر مثل هذه الجرائم دون محاسبة. وعدم المحاسبة في أي جريمة يؤدي إلى تكرارها بشكل سيستسهل. كل شخص تسول له نفسه، قد يكون لديه نظرة ضيقة جدا لما يراه كدينة أو حق إلى آخره، أو حتى لجماعات متطرفة أخرى، أو حتى لجماعات ما يعرف الآن جماعات إرهابية. هناك ليس فقط في مصر ولكن في العديد من الدول العربية هجوم شديد على كل ما يعرف بالأقليات، يعني كل ما هم مختلفين عن الديانة أو الطائفة الأكثر انتشارا، أحيانا قد لا تكون أكثر عددا، وهذا ما أريد أن أفرق أنهم ليسوا أقليات بالعدد، قد يكونوا أقليات بالوصول إلى صنع القرار، قد يكونوا أقليات في تواجدهم في الحكومات، قد يكونوا أقليات لسماع صوتهم، ولكن هناك هجمة يعني عنيفة، ومعظمها من قبل تيارات ونمو للتطرف في المجتمعات العربية لم يشهد له سوابق أو مثيل. هناك حاجة لإعادة النظر لعدم تصور المسيحيين في الشرق على أنهم فئة موجودة وزائدة عن، يعني وليست جزء من تراث وثقافة. يعني اللغة العربية حافظت عليها الكنيسة المسيحية أكثر من حفاظ الجامع، وهذا ليس لا يقلل من أي طرف، لا يقلل من جامع. أقول أن هناك يعني مثل ناقوس يدق لما يحدث المسيحية المنطقة ككل، ويعني نحن رأينا ما حدث في بعض الدول العربية أن نتيجة للاشتباكات الداخلية والعمليات الموجهة بالتحديد ضد بعض في مجملها عمليات إرهابية، تفجيرات إلى آخره ضد الكنائس مثلاً على سبيل المثال العراق، الكنائس والأفراد واستهداف كل من قبل جماعات معينة متطرفة، يثير التوجه للعديد المسيحيين للهجرة إلى الخارج، مما يفرغ الأوطان والدول العربية من أساسها، يعني من ملح أرضها هم البشر. البشر إذا فرغوا المتعلمين والمسيحيين وإلى آخره، من يبقى؟ يعني تترك الأوطان لمن يفجر أي دور عبادة لا تمثل له إلا بجهله وبتصوره الضيق للدين إلى آخره، وبالتفسيراته الضيقة المحدودة للدين. أجد أن في ذلك إشكاليات سنقف يعني نعمل عليها كل مؤسسات الأمم المتحدة بشكل كبير للتنبيه لها. أمامنا هذا التحدي في أن نبدأ من مناهج التعليم، من أن دور العبادة لا تتحول إلى مراكز لبث العداء للآخر والكراهية وثقافة الكراهية لا تستغل،
وأن تجمعات الشبابية لا تستغل من قبل المتطرفين ولا المدارس ولا أي تجمعات. يجب المدارس أن تكون مصدر للنور وليست مصدر للظلام.